عاجل بالتفاصيل، دراسة بتكشف أضرار كارثية لسد النهضة على مصر، وعاجل جدا الرئيس السيسي بيبحث مد الجيش المصري بأسلحة جديدة. بننشر لحضراتكم التفاصيل وتفاصيل ارتفاع أسعار البنزين في مصر، بننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو، وضربة كبرى من الداخلية المصرية أيضا بننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية كل عام وأنتم بألف خير، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل لأكتر من 500 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل بالتفاصيل، دراسة تكشف أضرار كارثية لسد النهضة على مصر. كشفت دراسة أمريكية عن أضرار كارثية يمكن أن تحدث بسبب الملء السريع لسد النهضة الإثيوبي، قد تصل إلى تقليل إمدادات المياه لمصر بمقدار يفوق الثلث. وقال عالم الفضاء المصري في وكالة ناسا عصام حجي والمشارك في الدراسة عبر حسابه في تويتر: بحثنا عن آثار سد النهضة على مصر في حالة عدم معالجة العجز المائي، تراجع الرقعة الزراعية بنسبة تصل ل 72% ووصول معدل البطالة لنسبة تصل ل 25% وانخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل ل 8%. وتابع: على الرغم من المخاطر التي ذكرتها، قدمت الدراسة عددا من الحلول المقترحة لسد العجز في الموارد المائية من خلال ضخ المزيد من المياه الجوفية وزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل وتحسين أنظمة الري ووسائل أخرى. وتعليقا على هذه الدراسة، كان خبير الموارد المائية ومستشار وزير الري الأسبق ضياء القوصي قال لموقع RT إن هذه الدراسة تقتصر على سيناريو واحد فقط، وهو ملء الخزان خلال 3 سنوات، ولذلك فإن هذه الدراسة تعتبر افتراضية وغير واقعية. وتعثرت المفاوضات المستمرة منذ عقد حول سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت في إبريل الماضي في الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية. مصر والسودان زي ما حضراتكم عارفين بتتمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لإدارة وملء وتشغيل سد النهضة. المصدر معنا كان من الشروق، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، وهل أنتم شايفين أن الدراسة دي هل هي حقيقية أم لا، أو هي فعلا مبنية على سيناريو واحد أو افتراض واحد؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل جدا، الرئيس السيسي يبحث مد الجيش المصري بأسلحة جديدة. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية بيتر لورسن مد قوات البحرية بتكنولوجيا جديدة. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الاجتماع بحث تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية. وتابع: ذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة، وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين. وتعد شركة لورسن شركة ألمانية لصناعة السفن، تأسست سنة 1875 على يد لورسن، وتقوم الشركة بصناعة اليخوت والسفن الحربية بأنواعها المختلفة من زوارق الصواريخ وفرقاطات. المصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. نتمنى إن شاء الله الخير الكبير للجيش المصري والأسلحة الحديثة والمتطورة لجيشنا الحبيب الجيش المصري.
بترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل ارتفاع أسعار البنزين في مصر. وقالت وزارة البترول المصرية إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت اليوم أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر 2019 بعد استكمال إصلاحات الدعم. وارتفعت أسعار بنزين السيارات كالتالي: سعر بنزين 80 يصبح 6.75 جنيه للتر بدلا من 6.5 جنيه. سعر بنزين 92 أصبح 8 جنيهات بدلا من 7.75 جنيه. سعر البنزين 95 يصبح 9 جنيه بدلا من 8.75 جنيه. لكن السلطات المصرية ثبتت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر. كذلك تم تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3.900 جنيه للطن. الوزارة قالت إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من إبريل ليونيو 2021، وهما أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية. وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم، مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية وفقا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل الوباء وتخفيض إنتاج الخام، والزيادة التي قبلها كانت في نهاية شهر إبريل الماضي، حينها عزت السلطات المصرية رفع أسعار البنزين لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. مصدر معنا كان من رويترز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. مصدر معنا كان من رويترز وارتي. وننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وضربة كبرى من الداخلية المصرية، وتمكن الأمن المصري من إجهاض مخطط عناصر تشكيل عصابي دولي حاولت تهريب كمية كبيرة من مخدر الآيس عبر الحدود. وتم ضبط أحد العناصر الإجرامية في مطار القاهرة يحمل جنسية إحدى الدول، حيث قام بجلب شحنة كبيرة من مخدر الآيس بهدف تهريبها إلى داخل مصر. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 16 مليون جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وذلك في جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلبها وتهريبها وترويجها من خلال تجديد الرقابة على كافة المنافذ. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، صفحة رسمية لوزارة الداخلية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ضربة قوية وكبرى من الداخلية المصرية. ننتقل لخبر آخر معانا، والثعابين بتهاجم أهالي قرية. هاجمت الثعابين والزواحف منازل أهالي عزبة دحروج التابعة لقرية زهرة البحيرة بمركز دمنهور في مصر. تمكن المواطنون من التخلص من بعض تلك الثعابين بإطلاق الأعيرة النارية، وسيطرت حالة من الفزع بين الأطفال والسيدات، مما دفعهم للنزوح من المنازل خوفا من اختباء ثعابين أو زواحف بداخلها. وطالب أهالي القرية مسؤولي البيئة بالمحافظة ومجلس مدينة دمنهور تطهير المكان من الزواحف، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ونزوح الثعابين. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية وارتي. بترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. جينا لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وتقلتش عليكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.